بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 63 بعد 162. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نحييكم في بداية هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، ويسرنا أن نعرض الأسئلة على ضيف البرنامج معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة. في البداية، السلام عليكم الشيخ صالح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم. في قوله عز وجل: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. يسأل الأخ السائل عن هذه الآية، وكيف يكون الشكر وكيف يكون الكفر والجحود بنعمة الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. قال الله جل وعلا: إنا هديناه السبيل، يعني الإنسان. والمراد بالهداية هنا هداية الدلالة والإلهام، هداية الدلالة والإلهام، إما شاكرا وإما كفورا. وهذا معناه القضاء والقدر، إن الله قدر أن هذا الإنسان يكون من أهل الشكر، وقدر أن يكون هذا من أهل الكفر. وكل ميسر لما خلق له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولا يقول الإنسان: أنا أعتمد على القضاء والقدر ولا أعمل، إن كان الله كاتبا من أهل الجنة أكون في الجنة، وإن كان الله كاتبا في النار أكون من النار. لا يجوز هذا، يجب عليه العمل وتجنب الكفر والمعاصي، لأنه يقدر على ذلك، له اختيار وله مشيئة وله مقدرة. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا، يعني لا تتكلوا على الكتاب، بل اعملوا وكل ميسر لما خلق له. قال الله جل وعلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نعم. هذا سائل آخر يقول: بارك الله فيكم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه سيد الاستغفار أن يقول الإنسان في الصباح والمساء: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يسأل عن هذا الحديث حفظكم الله، وهل يشمل أيضا الذنوب الكبيرة؟ نعم، هذا الحديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الاستغفار. هذا اللفظ هو سيد الاستغفار، ومن استغفر غفر الله له الكبائر والصغائر، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. التوبة تجب ما قبلها من الكفر والشرك والكبائر والصغائر، كلها تمحى بالتوبة الصادقة. قل للذين كفروا إن ينتهوا، يعني إن يتوبوا، يغفر لهم ما قد سلف من الكفر. فالتوبة تجب ما قبلها من جميع الذنوب والمعاصي والكبائر والصغائر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول حفظكم الله: ما حكم الاستعاذة عند التثاؤب، وهل ورد دليل على ذلك؟ لا أصل لها. التثاؤب الذي ورد أن الإنسان يكظمه ما استطاع، ولا يظهره ولا يفتح فمه ما استطاع كظمه، فإن غلبه التثاؤب فإنه يضع يده على فمه ولا يكون له صوت، مثل ما يفعل بعض العوام يصوت حتى في الصلاة يصوت التثاؤب، هذا لا يجوز. نعم. وهل يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ ليس له أصل، هذا ما ورد له ذكر. نعم. نعم. سؤاله الآخر يقول: هل الشرك الأصغر وهو الرياء مخلد في النار أو موجب للدخول في النار وهو من الكبائر؟ الشرك الأصغر لا يخرج من الملة، هو ينقص التوحيد ويبطل العمل الذي وقع فيه. العمل الذي وقع فيه الرياء ولم يتب صاحبه ويرجع إلى الإخلاص في أثناء العمل فإنه يبطل. إذا استمر معه الرياء إلى إكمال العمل فإنه يبطل، إنه شرك. ولكن الشرك الأصغر يبطل العمل الذي وقع فيه فقط، وأما الشرك الأكبر فهو يبطل جميع الأعمال. هذا الفرق بينهما. الشرك الأصغر لا يخرج من الملة لكنه ينقص التوحيد، الشرك الأكبر يخرج من الملة ويبطل التوحيد. نعم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من أبو مالك من جدة، يقول أن هناك امرأة مطلقة ولديها أولاد، وترغب الزواج من رجل، واشترطت عليه أن لا يكون هناك إنجاب، ما صحة هذا الشرط؟ هذا لا يجوز.
يجوز، لا يجوز منع الإنجاب، الولادة مطلوبة، تكثير النسل مطلوب، تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، لا يجوز منع الإنجاب إلا في حالة الضرورة، إذا كان الإنجاب فيه خطر على حياة الأم لا بأس أن تأخذوا ما يمنع الحمل تفاديا لحياة الأم، أما إذا كان الإنجاب لا خطورة فيه على الأم فلا يجوز منعه في حال من الأحوال، لكن قد يجوز ترتيب الحمل بأن ما يتتابع على المرأة أن تأخذ ما يؤخره إلى أن تقوى على استقبال الحمل، لا مانع من ذلك. نعم. محمد بن مكة يقول بارك الله فيكم، كيف يحقق المسلم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وهو يعلم أن هناك بعض الأخطاء البدعية التي يرتكبها؟ بترك الأخطاء البدعية يحققها، يحقق التوحيد ويحقق الشهادة للرسول الرسالة بالاتباع والاقتداء وبترك المعصية والتوبة منها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول، وهو من الخبر، يقول اتفق صاحب أرض مع شخص آخر ببيع هذه الأرض له أو نقلها إلى ملكيته لمدة شهر ثم يعود بها إلى صاحبها الأصلي مقابل مبلغ من المال. صاحب الأرض يقصد بذلك الخروج من الزكاة، فما حكم هذا العمل؟ لا يجوز هذا العمل، احتيال لإسقاط الزكاة لا يجوز، ولا يجوز البيع المؤقت، بيع مؤبد لا يجوز مؤقتا ثم يرجع إلى صاحبه ويكون بيع حيلة أو بيع تلجئة أو ما أشبه ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. أبو عبد الله الدوسري من الرياض يقول ما حكم التعلق بالأسباب وهل هي منقصة في دين المسلم؟ نعم، التعلق بالأسباب وترك توكل على الله لا شك أنه يضر دين المسلم، قد لا يكون مسلما، هذا شرك، الاعتماد على الأسباب شرك، وترك الأسباب قدح في الشريعة، نقص في الدين، لا بد من الجمع بين توكل على الله وعمل الأسباب، توكل على الله ويعمل الأسباب، أما أنه يقتصر على التوكل على الله فقط يترك الأسباب أو العكس يعتمد على الأسباب ويترك التوكل على الله، كل هذا لا يجوز. نعم. قد يقول قال إن ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ. الله أمرك بالعمل، اللوح المحفوظ هذا عند الله، أنت عليك أنك تعمل، هل تقدر أو ما تقدر، لك مشيئة أو ما لك مشيئة، كل هذا موجود عندك متيسر لك ولا أحد يمنعك، ليس لك عذر في ترك العمل. نعم. أبو معاذ سوداني مقيم في المملكة يقول فضيلة الشيخ ما معنى الشهادتان وما معناهما المقصود بها؟ معنى الشهادتين، معنى شهادة لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، تشهد بلسانك وتعتقد بقلبك تعمل بجوارحك أنه لا يستحق العبادة إلا الله عز وجل، ومعنى أشهد أن محمدا رسول الله التصديق برسالته واتباعه صلى الله عليه وسلم ومحبته والاقتداء به، تصديقه فيما أخبر وفعل ما به أمر والاجتناب ما عنه زجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، أيضا لا تعبد الله بالبدع والمحدثات التي لم يأتي بها الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يخل بشهادة أنه رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم. أحسن الله إليكم. هذه الأخت نورة من الدمام تقول كيف أفرق أن هذه بدعة أو غير بدعة؟ الموافقة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هذه السنة، المخالفة لما جاء به الرسول هذا بدعة، إذا عملت عملا ليس عليه دليل، عملا تتقرب به إلى الله وليس عليه دليل من الكتاب والسنة فهو بدعة محدث، من أحدث في أمرنا هذا فما ليس منه فهو رد. نعم. سؤالها الآخر تقول متى يبدأ وقت التهجد وينتهي؟ يبدأ صلاة الليل تبدأ من صلاة المغرب بين العشاءين، بعد العشاء، آخر الليل، وسط الليل، كله وقت للتهجد. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول حفظكم الله هل يلزمني اتباع جميع أنواع التوحيد؟ لابد من هذا، لما تكون مسلم إذا أخللت بنوع من أنواع التوحيد لا تكون مسلم، أخللت بتوحيد الربوبية أو أخللت بتوحيد الألوهية أو أخللت بتوحيد الأسماء والصفات لا تكون مسلم، إلا إذا كان هذا عن جهل تعذر به ثم تعلمت وتبت إلى الله فلا يضرك ما مضى. نعم. يقول أن تؤمن بالقدر خيره وشره، هل هناك الشر في القدر؟ بلا شك الشر موجود وهو خلق من خلق الله بحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، لا شك أن الغنى هذا خير والفقر هذا شر والكهر هذا شر والإيمان هذا خير وهكذا، والمرض هذا شر والصحة هذا خير وهكذا، الله خلق المتضادات ابتلاء منه وامتحان سبحانه وتعالى. نعم. يقول بارك الله فيكم كيف يكون القضاء والقدر معينا على زيادة الإيمان؟ نعم، إذا آمن بأن الله قضى وقدر كل ما يجري على
العبد فإنه يمضي في العمل الصالح، يعلم أن الله لا يضيع له عمله الصالح فيجتهد في العمل. كذلك إذا آمن بالقضاء والقدر وعرف أن الله ينهى عن الفحشاء والمنكر والمعاصي يتجنب المعاصي ويبتعد عنها ويتوب إلى الله منها. جميل. لا يكون عنده تشاؤم وطيره، يعتمد على الله، يؤمن بأن ما قضاه الله وقدره لا بد أن يقع، وما لم يقدره لا يقع ولا يكون. نعم. آخر أسئلته أو الفقرة الأخيرة يقول: ما الفرق بين القضاء والقدر؟ لا فرق بينهما. نعم. أحسنتم، بارك الله فيكم. نتواصل معكم مستمعين الكرام في برنامج نور على الدرب، وهذا أحد الأخوة يقول: بارك الله فيكم، أريد التبرع بأرض لإحدى بناتي، وكذلك تكليف البناء علي أنا، وهذا كل ما أملك لبناء الشقق، علما بأنها غير موظفة وأنها مطلقة، بينما أخواتها الأخريات لهن راتب ومتزوجات، فما حكم هذا العمل؟ هذا العمل لا يجوز أن تخص بعض أولادك من ذكور أو إناث دون الآخرين، لا بد من العدل. اتقوا الله، قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. لا يجوز أن تخص بنت دون البنات الأخرى، إلا إذا كانت البنت مصابة لا تقدر على الكسب، مرض مزمن، عيب مزمن ولا تقدر على الكسب، فلا بأس أن تخصها بشيء ينفق عليها ويدر عليها لأجل زمانتها. نعم. أبو فيصل من الدوادمي يقول: حفظكم الله، أنا مسافر لمدة 15 يوما في غير بلدي، وهذه السفرة محددة بتاريخ ذهاب وعودة، هل يجوز أن أقصر وأجمع الصلوات؟ نعم، ما دمت مسافرا يجوز لك الجمع والقصر، لكن إذا أقمت إقامة تزيد على 4 أيام في أثناء السفر فإنه لا يجوز لك القصر ولا الجمع، لأنك أصبحت مقيما. وانقطع السفر، الإقامة على قسمين: إقامة تقطع السفر وهي ما زادت على 4 أيام، وإقامة لا تقطع السفر وهي 4 أيام فأقل. نعم. أبو عبد الرحمن من القصيم يقول: شخص عنده أرض قد عرضها للبيع بغرض الربح، وقبل تمام الحول عليها احتاج إلى المال، فطلب من صاحب المكتب أن يبيعها ولو برأس مالها أو أقل من ذلك، فهل على هذه الأرض زكاة؟ إذا بقيت عنده القيمة حتى تم الحول إنه يزكي القيمة، يخرج ربع العشر. أما إذا باعها قبل تمام الحول عليها وصرف ثمنها قبل تمام الحول على الأرض ليس عليها زكاة. نعم. أبو بدر من الرياض يقول: فضيلة الشيخ، غياب الحكمة التي من أجلها خلق الناس، هذا ينتاب كثير من الناس مما جعلهم في جهل وفي دوامة وفي تقصير في عبادة الله، هل لا وجهتم لهم كلمة حول ذلك؟ كيف تغيب الحكمة؟ الله جل وعلا يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الحكمة من خلق الجن والإنس أن يقوموا بعبادة الله، ونفعها راجع إليهم، لا ينتفع الله به، الله غني عن عبادته، ولكن نحن المحتاجون إلى عبادتنا، فمن رحمة الله عز وجل أنه أوجب علينا عبادته لمصلحتنا، ونهانا عن معصيته وعن الشرك والكفر، لأن هذا يلحق ضرره بنا. الله جل وعلا لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، وإنما هذا يرجع إلينا نحن. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: بارك الله فيكم، بالنسبة لعدم الاستجابة لنصائح الوالدين والرفض لطلباتهم، هل يعتبر هذا من عقوق الوالدين؟ نعم، إذا كان هذا مما أباح الله أو مما شرعه الله وخالفتهما هذا عقوق ومعصية لله عز وجل. أما إذا كان ما يأمران به أنه معصية لله فلا تجوز طاعتهما، لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل مشاهدة عورة الطفل تنقض الوضوء؟ لا، المشاهدة لا من الطفل ولا من غيره، مشاهدة العورة لا تنقض الوضوء، لكنها محرمة. إذا كانت العورة تبعث على الشهوة وتحرك الشهوة فلا يجوز النظر إليه. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، قل للمؤمنات يغضون من أبصارهن ويحفظن فروجهن، لكن لا ينقض الوضوء إلا بلمس العورة، إذا مسها بيده مباشرة من غير حائل، مس المخرج الدبر أو القبل ينتقض الوضوء. نعم. السؤال الآخر، السائل يقول: هل يصح وضوء من لم يتمضمض أو يستنشق؟ لا يصح، هذا ناقص، لأن المضمض والاستنشاق من الوجه، والله أمر بغسل الوجه كله. نعم. هذه أم عبد المجيد
مجيد بارك الله فيكم تقول: من أرادت إجراء عملية جراحية لإزالة الدهون من جسمها هل يعتبر هذا من تغيير خلق الله؟ هذا من العلاج، هذا من العلاج. فإذا قرر الأطباء أن هذا ينفع لها وأنه يخفف عنها الألم أو أنه يخفف جسمها الذي يثقلها، إذا قرر الأطباء هذا لا حرج، لأن هذا من باب العلاج. نعم. أحسن الله إليكم. أبو ناصر من الرياض يقول: في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر، هل هذا المراد المقصود في الخطاب أو في الحديث هم أهل القرآن حفظة كتاب الله الكريم أم أنه عام؟ عام لكل مؤمن، كل مؤمن فهو من أهل القرآن سواء كان يحفظ القرآن أو لا يحفظه. نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: هل يجب أن أقرأ سورة بعد سورة الفاتحة؟ لا، سورة الفاتحة هي الركن وهي الواجبة، وأما قراءة ما تيسر بعدها الركعتين الأوليين فهذا مستحب. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم السلام على المصلي وكيف يرد المصلي إذا سلم عليه؟ لا بأس بذلك، ويرد بالإشارة، يرد بالإشارة بكفه. نعم. انتقل إلى سائل آخر حفظكم الله، وهو يقول: من تأخر في قضاء شهر رمضان الماضي لأسباب شرعية وصحية، ما حكم ذلك التأخير وماذا عليه؟ يجوز التأخير للعذر وعليه القضاء، القضاء لا بد منه، ولكن إذا كان أخر من غير عذر حتى جاء عليه رمضان الجديد صم رمضان الحاضر، وإذا انتهى يقضي ما عليه من رمضان الفائت، وعليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم كفارة عن التأخير بغير عذر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا الأخ ثامر يقول: نرى أحيانا ظلم للعمالة الموجودة في الشركات أو في المنازل، ما هي حقوق العمالة والمكفولين على من يعملون عندهم؟ حقهم أن يحسنوا إليهم وأن لا يشقوا عليهم ويكلفوهم ما لا يطيقون، وأن يعطوهم أجورهم متى طلبوها أو انتهى عملهم. إذا انتهى عملهم قال صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجرته قبل أن يجف عرقه. ومن الثلاثة الذين يكون الله أو رسوله خصمهم يوم القيامة: رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يعطه أجرته، خصمه الله يوم القيامة، من خصمه الله فهو مخصوم، أو خصمه الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يجوز التهاون في أمر العمال. الإنسان يتصور نفسه لو كان هو العامل وظلمه صاحب العمل، هل يرضى بهذا؟ ما يرضى بهذا، كيف يرضاه للناس؟ الظلم لا يجوز في حال من الأحوال. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: الإخوة من الرضاعة هل يعتبرون من الأرحام؟ لا، المحارم من الرضاعة لا يعتبرون من الأرحام ولا من الأقارب. نعم. بارك الله فيكم. نختم هذه الحلقة حفظكم الله: ما حكم زواج المرأة دون ولي؟ باطل، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل باطل باطل، لا بد من الولي. نعم. هل لعقد النكاح شروط؟ نعم، أول شروط هي الولي، ثاني الرضا من الزوجين، كل واحد يرضى بالآخر، ثالثا الإشهاد: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. نعم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم وأسئلة البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناته، وأن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.